هم دول من جرف الصخر سابقا، ومن المحاويل ومن السده ومن داخل بابل، من المسيه بهم زين. فاحنا نقول من شمال بابل يعني. سبب يعني، السبب يعني بسبب الانفجارات، بسبب المعارك، بسبب غدر اكو موجود بهم يعني زين. فاحنا جبناهم هنا. طبعا بالوجبه الثانيه لقينا بهم اطفال، يعني هذول الاطفال يعني حقيقه يعني هذول شنو ذنبهم يعني؟ هذول موجودين لحد الان بالثلاجه، لقيناه بصناديق مال برتقال ومال موز حاطينهم بالثلاجه زين، مقطعين وذابين بالثلاجه، اللي هم اربع اطفال ونساء وزلم زين. هاي بالوجبه الثانيه يعني، يعني هاي الوجبه مال قبل يوم، الوجبه مال البارحه بلي، مال يوم 18/8. بارك الله بك حجي، نتمنى واحنا يعني حقيقه يعني هذا فد عمل مؤسف يعني. يعني انت شوف يعني دولة صار اربع سنوات يعني عجبها الدوله يعني ما قالت يعني دولة شنو موجودين هنا زين، ما قامت يعني بعمل الدفنهم.